السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ميس عبير سمير. أهلا بكل أعضاء الصفحة التعليمية على الفيس، تعالوا نتعلم صح مع ميس عبير، وجروب الفيس تعالوا نتعلم صح برضو مع ميس عبير، ومشترك اليوتيوب قناة عشاق الساينس. طبعا الفيديو الأخير اللي نزلت لكم فيه منهج آخر درس في منهج الساينس الفيرست ترم التالتة إعدادي، حصل بس إيه، الفيديو نزل كله بالشرح طبعا زي ما أنتم خدتوا بالكم ولاحظتم، بس حصل تعطيل في الفيديو، يعني الفيديو نفسه اللي كنت الفيديوهات اللي بعرضها اثناء شرح الدرس ما تعرضتش، عشان كده ما حبيتش افوتها عليكم وقلت لا لازم اعمل فيديو مخصوص بمجموعه الفيديوهات الخاصه واللي بتوضح لكم فكره اخر درس. فهنبدا كده مع بعض، ان احنا خدنا لو تفتكروا كده خدنا الاسيكشوال ريبرودكشن، خدنا اول نوع اسمه الباينري فيجن، واتفقنا انه بيحصل في الاميبا. المفروض ده الفيديو اللي كان اتعرض وقتها، فانا هعرضه معاكم دلوقتي وهقول نفس الكلام والشرح عليه. طبعا دي طريقه الباينري فيجن او التقاصر بالطريقه دي الاسيكشوال، اللي بتحتاج وان ليفنج اورجانيزم في كائن سنجل سيل او خليه واحده، بيحصل ان اللي قدامكم دي هي البيرنت سيل، هي اليست سوري هي الاميبا، فهي الخليه الاصلانيه بتتحول زي شكل الديسك او القرص زي ما احنا شايفين، وبيحصل كمان ان الجيناتيك ماتيريال دبلد اتضاعفت، وبعدين بلاقيها كده ديستريبيوت ايكوالي بتنقسم لنصين لاتنين سل، وبعد شويه هلاقي ان التو سيلز دول او اللي كانوا متجمعين في حاجه واحده لا انقسموا بالفعل سبليت تو ايدنتيكال سيلز او لخليتين متشابهتين مع البيرنت سيل. فجي لي سؤال ان الباينري فيجن البيرنت سيل ديسابير بتختفي ليه؟ لانها ما بقتش موجوده، ما هي اصلا الاصليه اللي انقسمت وحصل لها سبليت انتو تو سيلز. فده كان فيديو الاميبا وهي بتعمل طريقه الاسيكشوال برودكشن اللي اسمه باينري فيجن. بعد كده خدنا في الاسيكشوال طريقه اسمها بادنج، وخدنا الهايدرا. قلنا الهايدرا دي بتبدا ان هي تعمل ايه؟ بتعمل بد. نقرب كده شويه كلوز اهو على الهايدرا، هتبدأ نركز كده على البد اللي هيطلع أو النتو الحتة اللي هتطلع منها. ملاحظين الجزء اللي بيطلع من على الجنب ده؟ بد، ادي البرعم اللي اتكون، يبدأ يتكون النتو أو الحتة اللي طالعة من البيرنت سيل اللي هي البد. وزي ما اتفقنا ان النيوكلس بتنقسم وديفايدد انتو تو نيوكلاي، او بتتقسم لاتنين نيوكلس، واحده بتفضل في البيرنت الاصلانيه والتانيه كونت اهي نيو انديفيدوال او جزء جديد، واحده جديده ليفنج اورجانيزم جديد هيحصل له سبليتنج او سيباريشن او انفصال، فهو كون كده كائن جديد خالص بس من نفس السيم كايند. ناخد برضو فيديو هنا كده عن اليست، واليست من الحاجات برضو اللي بيحصل لها ريبرودكشن او تكاثر بطريقه البادنج، ودي هتبقى واضحه قوي حكايه النيوكلاس ازاي بتنقسم لاثنين. بيقول لي طبعا ان البادنج دي طيب من الاسكشوال ريبرودكشن، واتفقنا ايه بقى؟ ان في بد في كده حته نوتو هيظهر زي ما انتم شايفين حالا من البيرنت سيل الخليه الاصليه، بتبدأ النيوكليس تنقسم لاتنين، واحدة تفضل في الأصلية في البيرنت سيل، والنيوكليس التانية ميجريت تهاجر تسافر تروح تدخل عند البض أو النتو الحتة اللي طلعت وتفرعت منها زي ما احنا شايفين كده. بعد كده بتبدا السل الانديفيدوال الجديده اللي اتكونت يحصل لها سيباريشن او سبليتنج، وبتنفصل عن البيرنت سل الاصليه، وبكده تكون كونت سل جديده او نيو انديفيدوال جديد بطريقه البادنج اللي هو النتو او البرعم اللي ظهر من الاصل من البيرنت سل. بعد كده عندي هنا طرق تانيه من الاسيكشوال ريبرودكشن. طريقة البادنج برضو هنا تاني هتبان معانا، دي البيرنت سيل الأصلانية بيبدأ يظهر منها بد
أو حتة كده بتطلع لها نتوء حتة من الجنب. والنيوكلس اتضعفت وراحت واحدة في الأصلانية وواحدة راحت ناحية البض وانفصل من البيرنت سيل الأصلية. بعد كده هنشوف طريقة الريبرودكشن اللي هي بسبور أو بالتجرثوم الجراثيم زي ما قلنا في المشروم وفي البريد مولد فانج فطر عفن الخبز. اللي بيحصل ان الراس بتاعت يعني لو سيبنا بريد عيش ويت مبلول ابص الاقي اتكسرت فيه شويه جراثيم كتير كده ونقول ده حصل فيه عفن اللي هو البريد مولد فانج او فطر عفن الخبز. طب هو ازاي بيتكاثر وابص الاقي ريبروديوس وبقت مليانه حته العيش دي بالجراثيم دي كلها؟ لان الراس اللي انتوا شايفينها دي بتاعت السبور او بتاعت البريد مولد فانج هتبدا تفتح زي ما احنا شايفين وتخرج لك النقط الصغننه الجراثيم دي اللي هي السبورز. فاول ما تتساب على حته عيش تانية تروح مكونه حاجه تانية وبصوا بيتكون زي ما يكون كفر او غلاف عليها عشان بروتكت يحميها، فبتكون لك مولد جديد او فطر جديد. انا بس حبيت ان انا اعرض لكم مجموعه الفيديوهات دي بحيث ان هي هتوضح فكره اخر درس جدا جدا جدا، وأتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده ومن التعليق على الفيديوهات اللي احنا شفناها وتوضح لنا فكرة الاسيكشوال بعض التايبس بتاعة الاسيكشوال ريبرودكشن. أتمنى تعملوا لايك للفيديو يكون عجبكم، وهنتظر تعليقاتكم وأسئلتكم وآرائكم واقتراحاتكم كلها في التعليقات تحت الفيديو في قناة اليوتيوب قناة عشاء الساينس. مع تحيات ميس عبير سمير.